السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله مع بعض. الفيديو جديد وبرونكيال ازمه. يعني ايه برونكيال ازمه؟ هنعرف النهارده ان شاء الله، وهنعرف ازاي اسبابها وازاي نعالجها. طيب تعالى نبدا نشوف يعني ايه برونكيال ازمه. الاول قبل ما اقول لك الديفينيشن بتاعها، تعالى نجيب الديفينيشن من الاسم. هو كلمه برونكيال يعني ايه؟ جاي من كلمه برونكاي اللي هي الشعب الهوائي، يبقى كده شعب هوائي، تمام. وازمه يعني ايه؟ كلمه ازمه من اللغه العربيه يعني في مشكله. يقول لك فلان في ازمه يعني فلان ده واقع في مشكله، تمام. يبقى برونكيا الازمه في مشكله في الشعب الهوائي، او في مشكله في الاير باس واي، تمام، في مجرى التنفس. طيب المشكله دي عباره عن ايه بقى؟ تعال نشوف الديفينيشن. قال لك المشكله دي عباره عن كرونيك انفلاميشن، تمام، في التهاب مزمن في الاير باس واي اللي هي البرونكاي. طيب الالتهاب اللي موجود في الاير باس واي ده حضرتك، مش الالتهاب ده بيبقى عباره عن خلايا مناعيه، وبيبقى عباره عن انفلامات روميديتورز والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها ممكن تسبب اوبستراكشن، او انها تقفل الايه، او تسد المجرى التنفس او الاير باس واي. مش بس كده، ده كمان هتعمل حاجه اسمها ويزنج. ايه ويزنج دي؟ اللي هو العين يدخل يقول لك في العياده يا دكتور انا صدري بيزيق، تمام. صدري بيزيق يعني ايه؟ يعني بسمع صوت صفير وانا باخد نفسي، لما يجي يتنفس يحس ان نفسه كده صوت صفير، زي بالظبط الصفاره كده، تمام. طيب ده بيحصل بسبب ايه حضرتك؟ ده الاير باس واي. لو افترضنا ان ده الاير باس واي طبيعي، تمام، بص هو واسع قد ايه، اليومن بتاعه واسع قد ايه، فده كله مساحه الهواء عمال يمشي فيها، فالهواء كده مرتاح، تمام. طيب لو حصل انفلاميشن بقى، مش حصل انفلاميشن هتبقى المكان كده بقى زحمه، اصبح هتبقى الاير باس واي او اللي هو مجرى التنفس، بدل ما كان واسع كده لا بقى كده بس، تمام، بقت الحق. وكل ده خلاص، كل ده مليان ايه؟ انفلامات الميديتورز، مليان خلايا مناعيه وهكذا، تمام. فبالتالي الشخص ما بقاش يعرف ياخد نفسه زي الاول. طيب الهواء لما يبقى ماشي في مكان ضيق كده هيعمل صوت زي صوت الصفير، زي مثلا فكره الصفاره بالظبط. الصفاره فكرتها ايه؟ ان انت حضرتك بتنفخ الهواء في مكان واسع، في فتحه واسعه، وتبدا تدخل الهواء ده يدخل ويطلع من فتحه ضيقه. فان الهواء يطلع من فتحه ضيقه ده هو اللي بيعمل ايه؟ صوت التصفير ده، او صوت الايه؟ التزييق ده، اللي هو ايه؟ اللي هو الويزنج ده، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الديفينيشن، ان في انفلاميشن عمل بوستراكشن في الاير باس واي، وكمان عمل ايه؟ ويزنج. طيب البرونكيال الازمه دي سببها ايه؟ قال لك ان انا اتعرضت لالرجيك كوز، حاجه سببت لي حساسيه، تمام؟ وهنعرف ايه علاقه الحساسيه دلوقتي. احنا بنقول ان ده انفلاميشن، الانفلاميشن ده احنا عارفين ان هو حاجه من اليات الدفاع المناعي عن الجسم، الحاجه الجسم او المناعه بتاعت الجسم بتعملها عشان تدافع عن الجسم ده. طيب يعني انا الالرجيك كوز ده اللي هي اللي ممكن اقول على الانتيجين، تمام، الانتيجين هو اللي بيسبب الحساسيه، تمام. يبقى ان انا الجسم اتعرض لانتيجين او اليرجيك كوز. طيب بدا يعد لك شويه حاجات كده ايه تنفع كانتيجين او اليرجيك كوز. قال لك ممكن يبقى في انفلاميشن، تمام، او كونجستشن احتقان، الانفلاميشن ده ممكن يرسب ميه فتبقى اديمه، او يحصل برونكو كونستريكشن، الشعب الهوائيه تقفل، او يحصل هايبر تروفي اوف اير واي ماسل، ان العضلات بتاعت الاير واي تبدا يحصل فيها هايبر تروفي، فبرضه هتسد الايه؟ الاير باس واي، يعني كانها عملت برونكو كونستريكشن، تمام. طيب كده احنا عرفنا الباسو جينيز. تعالى كده بقى ايه نشوف احنا هنعالج ازاي. قبل ما نعالج تعالى بص كده معايا، نفترض ان ده الايه؟ الاير باس واي، تمام، او البرونكاي. حضرتك البرونكاي دي احنا مش تبع الجهاز التنفسي، واحنا عارفين ان احنا الجو اللي احنا بنتنفسه ده مليان ميكروبات، الجو اللي احنا بنتنفس منه ده مليان ميكروبات، فطبيعي طبيعي انت ممكن ايه وانت بتتنفس كده يدخل ميكروبات جو عن طريق في الجهاز التنفسي، يدخل شويه تراب عن طريق الجهاز التنفسي، تمام. طيب الحاجه اللي داخله على الجهاز التنفسي دي هتدخل فين؟ هيدخل في البرونكاي. طيب تزعل لو انا سميت الحاجه اللي داخله دي انتيجين؟ مش لا مش هزعل. ليه؟ الانتيجين ده ما الحاجه دي اللي هو الميكروب او اي حاجه هتثير جهاز المناعه. طب ما هو الحاجه اللي داخله دي حاجه غريبه عن الجسم ولا من الجسم؟ لا حاجه غريبه من الجسم، يبقى هتثير جهاز المناعه ولا مش هتثيره؟ اه هتثيره. لو مش هزعل لو سميت الحاجه اللي هتدخل من بره دي سواء ميكروبات او اي حاجه او تراب او اي حاجه انتيجين، تمام. طيب الانتيجين ده حضرتك وصل البرونكاي، مجرد ما هو هيوصل البرونكاي الجسم
هيبدأ يحس بيه، تمام؟ يجي دور مين؟ جهاز المناعة. المناعة الجسم هيستغيث الحقنة مناعة، المناعة تيجي بقى بخلاياها بالميديتورز بتاعتها بكل حاجة، تمام؟ بصلاصوت بابا غنوج وكل حاجة، تمام؟ تيجي بقى الايه البيتا سيل تطلع انتي بودي، تيجي التي سيل تطلع سيتوكاينز، تيجي الانترلوكنز، تيجي الانفلاماتوري ميديتورز، تيجي الماست سيل تطلع هيستامين. ليله كبيره بقى، تمام؟ كل جهاز فرح، كل اللي عايز يجي يضرب يضرب، تمام؟ طيب يبقى كل ده هيدخل هيجي لما الانتيجين ايه يدخل للايه للبرونكاي، جهاز المناعه كده حصل له استثاره، تمام؟ او الجسم استحس جهاز المناعه ان هو ايه في انتيجين او حاجه غريبه عني موجوده في البرونكاي. تيجي بقى ايه حضرتك الماست سيل دي او اسف الخلايا بتاعت جهاز المناعه عموما تيجي تبدا الايه البيتا سيل تطلع انتي بودي، تمام؟ فالانتي بودي يمسك في الانتيجين ده ويبدا ايه عشان تيجي الماكروفاج ويبقى باين للايه لجهاز المناعه ككل وهكذا، تمام؟ وتيجي برضو التي سيل تطلع سيتوكاينز، تيجي الماست سيل تطلع هيستامين. وركز في دي كويس الماست سيل. طيب هركز في دي كويس ليه؟ لان انا حتى هو الكتاب سماها لك اليرجيك كوز، يعني حاجه هتسبب حساسيه. طيب احنا عارفين ايه اكتر حاجه بتسبب الحساسيه؟ الهستامين، تمام؟ وايه اللي بيطلع من اللي بيطلع الهستامين؟ الماست سيل، تمام؟ طيب قال لك كمان وتبدا ايه يطلع الانتر الليكوتراينز، تمام؟ اللي هيختصرها بالال تي اس ليكوتراينز. وطبعا الليكوترينز دي احنا عارفينها وسمعنا عنها قبل كده كتير، اللي هي كانت بتتشغل في الارب في الانفلاميشن باسوي، تمام؟ هي اللي كانت بتعمل الانفلاميشن. كنت بقول لك عندي لوكس وعندي كوكس، تمام؟ اللوكس يعمل ليكوترينز والكوكس تعمل بروستاجلاندينز، لو حضرتك فاكر. وهفكرك بالدياجرام اهو، لو حضرتك فاكر عندي كنت بقول لك ان الممبرين او الفوسفوليبيد ممبرين اللي هو الغشاء بتاع الجهاز بتاع الخليه بيبقى فيه حمض اسمه اراكونيد اسيد. الاراكونيد اسيد ده بيشتغل عليه حاجه اسمها كوكس وحاجه اسمها لوكس، واللوكس ده كان بيكون حاجه اسمها ليكوتراينز عن طريق انه بيشتغل عليه انزيم اسمه ايه 5 لايبو اوكسجينيز انزيم، تمام؟ والكوكس دي كان بيشتغل عليها ايه بروستاجلاندينز، وتدي الانواع بتاعت البروستاجلاندينز مش قصتي، تمام؟ انا بقول لك دلوقتي الانفلاميشن باسوي. طيب ليه لأ بقول لك انفلاميشن باسوي؟ لان بقول لك البرونكاي هي البرونكيال ازمه هي انفلاميشن، تمام؟ وكنت بقول لك لو حضرتك فاكر ان انا لو عايز اوقف الفوسفولايبيز اي 2 اللي كان بيحول اللي كان بيشغل الاراكونيد اسيد كنت بدي ايه؟ كنت بدي كورتيزون، تمام؟ اللي هي الكورتيكوسترويد. طيب حلو قوي، واركن المعلومات دي على جنب واقولها لك كمان ونفكرك بيها كمان شويه. طيب نرجع هنا للرسمه بتاعتنا. حضرتك دلوقتي قلنا جهاز المناعه خلاص استحس او حصل له اثاره فبدا يطلع ايه الخلايا بتاعته. انا كده ايه اللي طلع عشان تعد معايا؟ طلع انتي بودي، تمام؟ طلع سايتوكاينز وكلام واللي هي ايه خلايا التهاب كلها، وطلع حجم المصاص اللي طلعت هيستامين، وطلع ليوكوتراينز، وطلع حاجات كتيره كمان ايه هنبدا نعدها دلوقتي. طيب كده عرفنا الانتيجين عمل ايه، مش كده العركه هتبدا؟ طيب العركه هتبدا هيحصل ايه؟ هيحصل انفلاميشن. طيب انا كنت بقول لك من شويه الانفلاميشن بيعمل ايه؟ بيعمل اوبستراكشن. ليه؟ علشان بيعمل برونكو كونستريكشن، تمام؟ يبقى هيحصل هنا برونكو كونستريكشن، يحصل دي في الشعب الهوائيه، تمام؟ طيب حلو قوي كده، فالشخص ده بقى ما يعرفش ياخد نفسه. كده انا خلصت البص في السيولوجي بتاع البرونكيا الازمه. تعالى بقى ايه طلع الطرق بتاعت العلاج او ازاي هعالج من الرسمه دي. والله انا ممكن اعالج مثلا ان انا امنع البرونكو كونستريكشن ده ان هو يحصل، فدي حاجه اسمها برونكو دايليتور، حاجات توسع الشعب الهوائيه، تمام؟ حلو قوي. طيب زي الفل. ممكن اعمل ايه تاني؟ قال لك حضرتك مش الفكره كان او المشكله ان حصل التهاب، تمام؟ حصل انفلاميشن. طب انا ممكن امنع الانفلاميشن ده، يعني اوقف جهاز المناعه، تمام؟ يبقى ادي حاجه اميونو سبريشن، تمام؟ هدي ايه في الاميونو سبريشن؟ او حاجه بتشتغل اميونو سبريشن وحاجه توقف الالتهاب في نفس الوقت. اكيد اكيد هدي حاجه من ايه من الحاجات اللي هي كانت بتشتغل على الاير باس واي، تمام؟ طيب اقواهم كان ايه؟
هل قد اللي هو اللوكس ولا الكوكس ولا قد ايه بالظبط؟ ولا قد الكورتيكوسترويد اللي كان بيجيب البصوي من الاول اللي هو الكورتيزون؟ لا، يبقى انا هدي الكورتيكوسترويد. تمام، يبقى هروح ممكن ادي كورتيكوسترويد اللي هو الكورتيزون. حلو، طيب زي الفل. يبقى انا كده عرفت التو مين باسوي للعلاج، ان انا ادي برونكو حاجه تعمل برونكو دايلاتيشن، وان انا امنع الالتهاب عن طريق ان انا ادي كورتيكو استرويد. اهو تعالى كده نبص. اول حاجه هدي حاجه تعمل برونكو دايليتور او هدي كورتيكو استرويد. طب ليه هدي كورتيكو استرويد؟ عشان اوقف الانفلاميشن، وممكن ادي بروفلاكتيك تريتمنت يعني حاجه وقائيه بقى. ليه؟ لان عشان الشخص ده طب مش هيبطل يتنفس. تمام، هو كل ما بيتنفس يحصل له الموضوع ده، فاكيد في حاجه في الهواء هي اللي بتعمل برونكيال ازمه. طيب انا مش هقعد بقى ايه اجيب له هواء مخصوص يتنفسه، لا انا اديله بقى حاجه ايه بروفلاكتيك، حاجه وقايه ياخدها علشان ما يحصلوش الازمه دي. طيب تعالى كده نشوف البرونكو دايليتورز ازاي. ايه اشهر حاجه بتم برونكو دايليتيشن؟ ايه هي؟ البيتا اجونست. تمام، الحاجات اللي بتشغل البيتا. طيب حاجه كمان، من لو فاكر في مديول الكارديو كنت بقول لك الزنسين اللي هو كان السايفيلين او الامينوفيلين كانوا في الكارديو اكتف، في الكارديو اكتف في الـ في الـ في البوزيتيف انتروبيك ايجنت بتاعت الهارت فيلير. تمام، طيب اللي هو الزنسين او السايفيلين او الامينوفيلين اللي قلت لك اللي هي الحاجات اللي موجوده في الكافيين. تمام، طيب قال لك كمان ممكن ماسكارنيك ريسبتور بروكر، الحاجات اللي هتروح تقفل مين؟ تقفل الماسكارنيك ريسبتور زي مين؟ زي الاتروبين، الاتروبين واخواته. طيب يبقى انا كده البرونكو دايليتور عندي ثلاث حاجات، يا اما هدي بيتا اجونست حاجات تشغل البيتا، يا اما ماسكارنيك بلوكر حاجات تقفل الماسكارنيك ريسبتور، يا اما ادي زنسين. تمام، طيب والكورتيكوسترويد خلاص احنا عارفين ان هو الكورتيزون. طيب بروفلاكتيك تريتمنت لو حاجات وقائيه، قال لك هدي حاجات اسمها الليكوتراينز انهبيتور اللي هي كانت تروح توقف الليكوتراينز دي. تمام، برضه الليكوتراينز اللي هي كانت بتعمل الالتهاب اهو، حاجات هتوقفها وحاجات هتهدي الماست سيل ما تخلاش يطلع هيستامين اهو، ماست سيل ستابلايزر. تمام، حاجات بتثبت كده او تمنع الماست سيل انها تطلع الهيستامين بتاعها. حلو قوي، تعال نشوف اول عيله في العلاج وهي البرونكو دايليتور، ونبدا باول نوع معانا هو البيتا اجونست. تمام، الحاجات اللي هتشغل البيتا ريسبتور بقسمها لنون سيلكتيف وسيلكتيف. حاجات هتشغل البيتا ريسبتور كلها زي الافيدرين والادرينالين والايزوبرينالين. تمام، كل دي ادرينالين والافيدرين حاجات اتنين عرفتهم وكده كده انا عارفهم من سنه او من الجنرال. تمام، من الترم الاول. طيب وحاجات سيلكتيف بقى بتروح تشتغل على البيتا الريسبتور اللي مسؤوله عن البرونكاي. تمام، طيب قال لك حضرتك دي حاجات سيلكتيف وانا اللي عاملها بايدي. تمام، يبقى انا كده متحكم فيها كويس، فاخترعت حاجات شورت اكتنج ولونج اكتنج، حاجات تشتغل على المدى القصير وحاجات تشتغل على المدى الطويل. لو حاجه اكيوت هديها ايه؟ شورت، لو حاجه كرونيك هديها لونج. اهو يبقى الشورت اكتنج في اكيوت ازمه واللونج اكتنج في الكرونيك ازمه. اكيوت ازمه يعني ايه؟ الازمه جات له فجاه، انما كرونيك ازمه ده بقاله سنين عايش بيها وخلاص اتعود عليها بقى، وهما الاثنين ما يعرفوش يسيبوا بعض. طيب قال لك الشورت اكتنج حاجه اسمها سالبيوتامول وتربيوتالين، سالبيوتامول وتربيوتالين. تمام، حلو. طيب تعالى بقى لللونج اكتنج. اللونج اكتنج وحاجات دي على فكره احنا ما بنقولش حاجه جديده، احنا عارفين الكلام ده كله من زمان. السالمترول والفورمترول. تمام، سالمترول وفورمترول. طيب هتلخبط يا دكتور بين السالمترول وبين السالبيوتامول والسالمترول وايه اللي شورت وايه اللي لونج والكلام ده كله. بص بتوع الفارما سهلها لك وسموها لك متر، احنا عارفين ان المتر طويل. تمام، يبقى اللونج اكتنج اي حاجه فيها كلمه متر، السالمترول الفورمترول. تمام، فيها كلمه متر اهي، واحنا عارفين ان المتر وحده قياس الاطوال، فبالتالي يبقى اللي فيهم كلمه متر هم اللي بيستخدموا لونج اكتنج. يبقى السالمترول والفورمترول هم اللونج اكتنج عشان فيهم كلمه متر، مفيش احسن من كده. طيب
الميكانيزم اوف اكشن، الميكانيزم اوف اكشن بتاع كل البرونكو دايليتور حضرتك هتروح يعملوا انهبيشن للانزيم اللي اسمه ايه اللي معروف اللي زهقنا منه، الفوسفودايستريز انزيم. تمام. طب وقلت لك مليون مره لما الانزيم ده يحصل له انهبيشن اللي هو الفوسفودايستريز انزيم اللي هيزيد السايكليك ام بي، والسايكليك ام بي دي كانت بتروح تعمل ايه؟ كانت بتروح تعمل فازودايليتيشن وبرونكو دايليتيشن. تمام. طيب يبقى كده البرونكا البيتا بلوكر عملت ايه، او البرونكو دايليتور عموما هتعمل ايه؟ هيوقفوا الانزيم اللي اسمه فوسفودايستريز انزيم فهيزودوا السايكليك ام بي فيعملوا برونكو دايليتورز. تمام. طيب مش بس كده، ده كمان هتقلل الهيستامين ريليز، يعني كده البيتا اجونس او الحاجات اللي هتشغل البيتا ريسبتور هتلعب لي على وينجين انها تعمل برونكو دايليتورز وانها تقلل الهيستامين ريليز علشان يقلل الالتهاب، وبالتالي كده هي هتعالج البرونكيا الازمه وسقف لها كمان لانها عملت اللي عليها وزياده. طيب تعال نشوف السايد افكت، السايد افكت بتاعت البيتا ريسبتور. تمام. التاكي كارد 3 تي واتش. تمام. تي اتش تاكي كارديا تريمورز رعشات وتولرانس ويزبر لونج تيوز الجسم يبدا يتعود عليها وهايبوكاليميا اللي هو نقص البوتاسيوم في الجسم. تمام. يبقى تي اتش 3 تي اللي هو تاكي كارديا تريمورز رعشات وتولرانس ان الجسم يتعود عليها وهايبوكاليميا نقص في البوتاسيوم. طيب تعالى في تاني حاجه اللي هي الماسكارنيك ريسبتور بلوكنج اللي هم الاتروبين واخواته. طيب ولو فاكر في ايام الاتروبين كنت بقول لك ان انا ما بديش الاتروبين كده كدواء الا في حاجات معينه. تمام. بس علشان انا وكنت بقول لك ليه ما بديش الاتروبين كده على في اي حاله، لان هو حضرتك علشان يعمل لي حاجه واحده، يعني مثلا عايزه يشتغل لي على البرونكا، علشان يشتغل على البرونكا يروح يشتغل على دامبلز كلها. طب وانا ليه انا يبقى انا اروح اخترع حاجات اللي هم كنت بسميهم لك اخوات الاتروبين، حاجات تشتغل على كل سيلكتيف على كل حاجه. تمام. الدواء ده يشتغل على الحاجه الفلانيه، وكنت بقول لك من اخوات الاتروبين حاجه اسمها ابرا تروبيوم. تمام. ابرا اتروبي. تمام. هي اسمها ابرا اتروبيوم بس ايه عشان تفتكر ان هو اخوه ابرا تروبيوم. تمام. طيب حتى في كلمه اتروبي هو اللي هو كلمه اتروبين. تمام. عشان يعرفك ان هو ايه اخو الاتروبين، بيعتز ان هو اخوه. تمام. يبقى الماسكارنيك ريسبتور بلوكر زي ايه؟ زي الابرا تروبيوم. طيب قال لك هتعمل ايه؟ قال لك حضرتك هتروح تعمل تقفل الماسكارنيك ريسبتور. تمام. وتحديدا ام 3. تمام. هتروح تقفل ام 3 ريسبتور اللي هيعمل ايه؟ اللي هيعمل برونكو دايلاتيشن. ولذلك بديها ساعات ايه مع البيتا مع البيتا اجونس، يعني بخلط البيتا والبيتا اجونس والماسكارنيك ريسبتور بروكر الاثنين مع بعض علشان ايه؟ يقووا بعض. تمام. طيب يبقى الماسكارنيك ريسبتور بلوكر زي ايه؟ زي الابره تروبيوم. هيعمل ايه؟ هيقفل الماسكارنيك ريسبتور وتحديدا النوع رقم 3. تمام. فهيعمل برونكو دايليشن. تالت حاجه بقى في البرونكو دايليتور الزنسين. تمام. او اللي بقول اللي قلت لك عليه الامينوفيلين او السايوفيلين او اللي هو الكافيين. تمام. الحاجات اللي فيها كافيين، الامينوفيلين ده والسايوفيلين ده اللي هو الملح اللي موجود في الشاي اللي احنا بنشربه. تمام. والكافيين اي حاجه بتصحصح كده. تمام. زي الكافيين السايوفيلين والامينوفيلين. طيب قال لك حضرتك هتعمل ايه في الميكانيزم؟ نفس الكلام زي ما قلت لك، هتعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه فوسفوداي ستريس انزايم، تزود السايكليك ام بي، تعمل برونكو دايليتيشن. حلو قوي. يبقى انا كده عندي ثلاث عائلات هيعملوا برونكو دايليتيشن، اثنين منهم هيعملوا برونكو دايليتيشن عن طريق ان هم يعملوا انهبيشن لفوسفوداي ستريس انزايم فيزودوا السايكليك ام بي اللي هم البيتا اجونس والزنسين. تمام. والعيله الثالثه اللي هي كانت الماسكارنيك ريسبتور بلوكر اللي هو كان الابره تروبيوم كان بيروح يقفل الماسكارنيك ريسبتور. طيب قال لك مش بس كده، ده بيروح يقفل الادينوسين ريسبتور. الادينوسين ريسبتور ده حضرتك الريسبتور الادينوسين ده ماده بتهدي الجسم بتتفرز عشان الجسم ينام. طيب احنا عارفين في الطبيعي ان لما ان الباراسمباثيك بيشتغل بالليل. تمام. فلما الباراسمباثيك يشتغل اللي بيشتغل الفيجاس سيستم. طيب الفيجاس سيستم حضرتك لما يشتغل بيعمل ايه؟ بيعمل برونكو كونستريكشن. طيب هل انا عايز برونكو كونستريكشن؟ لا، ده انا عايز برونكو دايليتيشن. فبالتالي هروح انا امنع الادينوزين ده ان هو يطلع. تمام. ليه؟ علشان ما اخلوش يشغل الباراسمباثيك، وبالتالي اخلي الجسم دايما في حاله برونكو دايليتور.
فهمنا ليه بيوقف الادينوزين ريسبتور، او ايه علاقه الادينوزين ريسبتور بالموضوع. الادينوزين ريسبتور ده حضرتك من الانزيمات اللي من الحاجات اللي بتتفرز لما الجسم يبقى عايز ينام، فتروح تشغل مين؟ تشغل الباراسمباثيك، فالباراسمباثيك يعمل برونكو كونستريكشن، فانا اروح اقفل الادينوسين ده ريسبتور ده عشان ما يجيش الادينوزين يمسك فيها، وبالتالي يشغل الباراسمباثيك ويعمل لي ايه؟ برونكو كونستريكشن. لا، انا عايز اعمل برونكو دايلاتيشن. حلو قوي. طيب تعال نشوف السايد افكت بتاعت الايه، بتاعت الزنسين. قال لك على السينس هتعمل شويه هيديك، انسومنيا اللي هو ارق ونيرفس نس، الشخص ده يبقى متوتر كده، تمام. وعلى السي في اس تعمل تاكي كارديا، وعلى الشايتي نوزيا وانروجنوزيا اللي هو الشخص يبقى عايز يرجع، وانروجزيا ايه الشخص مش عايز ياكل، تمام. سي ان اس حاجات معروفه، والسي في اس برضو كل السايد افكت بتاعت ايه كلام عام. طيب كده خلصنا العله اللي تعمل برونكو دايلاتيشن. قلت لك او انا امنع الالتهاب انه يحصل عن طريق ان انا ايه ادي كورتيكوسترويد. طب الكورتيكوسترويد ده هتعمل ايه؟ هتشتغل كاميونو سبريسنت، هتوقف جهاز المناعه فما تخلوش يعمل انفلاميشن. طب هتوقف جهاز المناعه ازاي؟ حضرتك تعالى نمسك كل حاجه في جهاز المناعه ونشوفها تعمل في ايه. البيتا سيل هتوقفها، البيتا سيل كانت بتعمل ايه؟ كانت بتطلع انتي بودي علشان يمسك في الانتيجين، فتعمل انهبيشن للانتيجين، انتي بودي رياكشن، تمام. طيب تاني حاجة التي سيل هتوقفها. طب التي سيل اللي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتطلع سيتوكاينز، يبقى انا اوقف السيتوكاينز دي. طيب اوقف الماست سيل، الماست سيل دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتطلع هيستامين، يبقى انا اعمل انهبيشن للهيستامين ريليز من الماست سيل. بعد كده قلت بقول لك في الباسوي في الانفلاميشن باسوي ان الكورتيكوسترويد بيضرب الفوسفولايبيز اي 2 انزيم اهو، كان بيضرب الفوسفولايبيز اي 2. حلو. طيب زي الفل، يبقى انا كده عرفت هو ليه هيعمل اميونو صب... هيعمل اميونو سبريشن ازاي. هيوقف البي سيل اللي كان بيطلع انتي بودي، فهمنا الانتيجين انتي بودي رياكشن، هيوقف التي سيل اللي كان بيطلع سيتوكاينز، هيوقف المص سيل اللي كان بيطلع هيستامين، وهيوقف الفوسفولايبيز اي 2 انزيم اللي كان بيعمل الايه الليكوتراينز والبروستا جلاندينز. طيب قال لك عندي ثلاث انواع من الكورتيزون، الهيدروكورتيزون اللي هو الكورتيزون المائي، والديكساميزازون اللي هو اشهر انواع الكورتيزون، تمام. حتى تلاقي يقول لك ايه، خد حقنة الديكسا، ضهرك وجع خد حقنة الديكسا، مش عارف ايه بيوجع خد حقنة الديكسا، تمام. طيب اللي هو الديكساميزازون. وقال لك والبيكلو ميزازون، حتى في بخاخات هتلاقي اسمها بيكلو، تمام. البخاخه اللي اسمها بيكلو دي مصنوعه من البيكلو ايه ميزازون دي. حلو. قال لك الهيدروكورتيزون هستخدمه في الاكيوت ازمه، تمام. حاجه هيدرو ميه كده هتدوب، يعني حاجه المفروض ايه تشتغل بسرعه، فهديها للاكيوت ازمه، تمام. انما الديكساميزازون والبيكلوميزازون في الكرونيك ازمه. ليه؟ لان هم هيشتغلوا بخاخ او حقن، تمام. طيب قال لك الهيدروكورتيزون طبعا الدوز ما تشغلش بالك بيها، بدي 200 مللي واي في، تمام، في الوريد. طيب الديكساميزازون قال لك كرونيك، وبديها 4 ل 8 مللي وهديها اي ام في العضله. طيب البيكلوميزازون كرونيك وهدي ايه انهاليشن، زي ما قلت لك ان في بخاخه اسمها بيكلو، البخاخه دي مشهوره جدا محطوط فيها البيكلوميزازون ده، تمام. طيب قال لك السايد افكت زي الاميون سبريشن تدرج، ان الشخص ان الجسم ده يبقى عرضه للانفكشن كتير وهكذا، تمام. حلو. تعالى بقى النوع الثالث من العلاج، او الشق الثالث من العلاج اللي هو البروفلاكتيك تريتمنت. قال لك البروفلاكتيك تريتمنت او العلاج الوقائي، قلت لك يا اما اوقف الليكوتراينز، يا اما اخلي المصل امنع المصل سيل ان تطلع هيستامين، فهعمل مصل سيل ستابلايزر. قال لك الليكوتراينز دي انهبيتور، من اسمها ليكوتراينز انهبيتور، يعني اكيد بقفل الليكوتراينز، تمام. طيب زي ايه؟ قال لك دواء اسمه زافير لوكاست، ودواء اسمه مونتليكاست، تمام. زافير لوكاست ومونتليكاست، حتى يعني هي لوكو لوكو، تمام، علشان تفكرك ايه اللي هم الليكو ترينز انهبيتور، الزفير لوكاست والمونت لوكاست، تمام. طيب قال لك الزفير لوكاست توايس ديلي والمونت لوكاست وانس ديلي، تمام، حتى يفكرك كلمه مونت يعني مونو يعني مره واحده، تمام. طيب وكلمة ودي زفير، احنا عارفين عندي شهيق وزفير، شهيق وزفير دايما مع بعض، يبقى ده بيتاخد، ده بيتاخد مرتين، تمام، علشان لما يجي لك في الام سي كيو يقول لك ايه الدواء البروفلاكتيك تريتمنت اللي بيتاخد وانس ديلي، الزفير لوكاس ولا المونت لوكاس، تقول له وانس يبقى مونت لوكاس، تمام، لان وانس مونو، مونت لوكاس يعني مونو يعني مره واحده، تمام. طيب حلو. بعد كده المص سيل ستابلايزر، الحاجات اللي هتعمل انهبيشن للمص سيل دي جنريشن، انها تمنع المص سيل انها تفرقع فتطلع هيستامين، تمام. انا بيقول لك احنا ما نعرفش الميكانيزم بتاعها،
احنا الدواء ده بس ما نعرفش هو بيعمل ايه لجوه. هو احنا كل اللي نعرفه ان هو ايه بيهدي الايه المص السليم ما يخليش يطلع هيستامين. طيب قال لك امثله عليها زي ايه؟ زي الكروميولين والنيدوكروميل، تمام؟ اللي فيهم كلمه ماست سيل يبقى ايه؟ فيهم يفكروك بحرف الام، واللي هم فيهم كلمه كروم، تمام؟ ماست سيل يبقى هو ايه؟ كروم، تمام؟ طيب يبقى كرومولين والنيدوكروميل. طيب حلو قوي. قال لك بقى ايه؟ في شويه اذر دراج كده بقى ايه؟ شويه ادويه كده ايه؟ على الخفيف على الخفيف كده على الخفيف كده، تمام؟ طيب قال لك الدواء زي مثلا الزيليتو، تمام؟ او الزيليتو، تمام؟ برضو من الاشياء من الادويه على فكره المشهوره جدا اللي بتستخدم. قال لك بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيت للفوس للخمسه فوس للخمسه لايبو اوكسجينيز انزيم والليكوترينز. ما احنا بنقول اهو ان الانزيم ان الايرباصوي الانفلاميشن باصوي كان بيشتغل عليه الخمسه لايبو اوكسجينيز انزيم اهو، تمام؟ هو اللي كان بيصنع الايه الليكوترينز. فانا هروح ادي الزيليتون ده علشان يوقف الايه يعمل انهبيشن للخمسه لايبو اوكسجينيز انزيم، فبالتالي مش هصنع الليكوترينز، تمام؟ يبقى الزيليتون هيعمل ايه؟ هيروح يعمل انهبيشن للخمسه لايبو اوكسجينيز انزيم، فبالتالي هيعمل انهبيشن للليكوترينز. طيب قال لك ادي دواء تاني زي الكيتو تيفين، تمام؟ الكيتو تيفين ده حضرتك من الانتي هيستامينيك دراج، تمام؟ سكند جنريشن اوف انتي هيستامينيك دراج. طيب انت ومش بس انتي هيستامينيك دراج، كمان بيعمل ماست سيل ستابلايزر. يبقى الكيتو تيفين ده من الانتي هيستامينيك دراج، تمام؟ وهيعمل ماست سيل ستابلايزر. حلو. قال لك كمان ممكن ادي الاكسبكتورانت والميوكوليتكس اللي احنا كنا بنقول ان هم بيطردوا البلغم، تمام؟ الاكسبكتورانت اللي هو بيطرد للبلغم والميوكوليتكس اللي هو مذيب للبلغم، تمام؟ ليه؟ علشان اقلل الميوكاس فيسكوزيتي، لان البرونكاي اصلا ضيقه لوحدها، فانا مش عايز الميوكاس يجي يقفلها اكتر، تمام؟ فالاكسبكتورانت والميوكوليتكس زي ما قلنا عنهم في الانتي كاف الادويه اللي بتعالج الكحه بيقللوا الميوكاس فيسكوزيتي، تمام؟ طيب حلو قوي. قال لك كمان ممكن ادي للشخص ده بخاخ اكسجين، تمام؟ يقول لك اعمل لي جلسه اكسجين على الصدر، اكسجين ثيرابي، تمام؟ اللي هي الهيلوكس، تمام؟ الهيلوكس اللي هو ايه؟ الجلسه بتاعت الاكسجين دي، تمام؟ طيب قال لك بعد كده حضرتك واللي هو حتى تسمع لو سمعت قبل كده يقول لك ايه؟ انا رايح بحط بخاخ كده او ميه كده اسمها بالميكورت، تمام؟ البالميكورت ده من الكورتيكوسترويد على الجهاز الفنتليشن ده او جهاز الاستنشاق بتاع الاكسجين ده اللي هي الهيلوكس دي، تمام؟ البالميكورت ده من البيكلوميزازون اللي احنا كنا بنقول عليه، تمام؟ طيب بعد كده حضرتك قال لك ممكن ادي حاجه انتيجين اي جي اي مونوكلونال انتيبادي، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك احنا عارفين ان قلنا هنا لما الجسم بيشوف الانتيجين بيطلع ايه طبيعي، بتيجي البيتا سيل تطلع ايه؟ تطلع انتيبادي، تمام؟ وكانت بيطلعوا الانتيبادي اللي هم ماجد، تمام؟ طيب من ضمن الانتيبادي اي جي اي، تمام؟ طيب قال لك حضرتك هو مش فيه بارازايت ممكن يدخل الجهاز التنفسي، تمام؟ زي الهوك وورم والكلام ده كله والحاجات اللي احنا خدناها في الريسبيراتوري في البره بتاعت الريسبيراتوري. قال لك طيب الانتي بادي المخصص او الهيموجلوبين المخصص ان هو يطلع في حاله البارازايت هو الاي جي اي، تمام؟ طيب افرض حضرتك ان في المشكله ان في بارازايت هو اللي عامل المشكله، تمام؟ فانا كده المفروض الجسم هيطلع ايه لما يلاقي بارازايت؟ هيطلع الاي جي اي. يجي الاي جي اي يروح يمسك في البارازايت ده كده اهو، ده البارازايت مثلا، وهيمسك في الاي جي اي علشان الجسم ايه يعرف يميز البارازايت ده ويجي ايه يدمره. طيب ما هو لما الاي جي اي يمسك في البارازايت اللي هو هنا يعتبر انتيجين، ما هو حضرتك كده هيخلي جهاز المناعه يحصل له اثاره والمشكله تحصل تاني. طيب قال لك خلاص نفكر في حاجه دواء اسمه اوماليزوما، تمام؟ يروح يمسك في الاي جي اي ما يخلوش يمسك في الانتيجين. يعني الاي جي اي اهو طلع الاميونوجلوبين طلع اهوت، هيروح يدور عليه على البارازايت اللي هو الانتيجين، فيلاقي مين في سكته؟ يلاقي الاومليزوماب ده الدواء ده يقوم ماسك فيه، فكده الاميونوجلوبين ده هيعرف يمسك في الانتيجين؟ مش هيعرف. فهل كده هيحصل استثاره مناعيه؟ مش هتحصل، وكده انا عالجت المشكله، تمام؟ اهو بيقول لك اهو بهدي الانتيجين اي جي انتي اي جي اي مونوكلونال انتي بادي، هدي انتي بادي
او اجسام مضاده تروح تمسك في الاي جي اي زي الاومليزوماب. تمام. قال لك ده هيعمل انهبت للبايندنج اوف اي جي اي تو مست سيل، هيمنع الاي جي اي انها تمسك في المست سيل فتحفز المست سيل انها تطلع هيستامين، وبالتالي كده انا ريحت دماغي وما خدتش فيه التهاب يحصل. تمام. وبعالج البارازايت ده براحتي بقى. تمام. طيب هو يبقى دي فكره الايه الاومليزوماب. طيب كده احنا خلصنا العلاج بقى. بيقول لك بقى تعالى ايه احطك في سيناريو كيس كده ايه قدام حاله إيه عندها كرونيك ازمه. اعالج ازاي الحاله اللي عندها كرونيك ازمه ده دي؟ قال لك من خلال 5 ستيبات. تمام. بيقول لك ستيب وايز الخطوات الحكيمه تريتمنت اوف كرونيك ازمه، ازاي اعالج برونكيال ازمه بحكمه. قال لك اول حاجه انت وانت مثلا في انت دكتور تمام، وانت في الوحده مثلا في التكليف هتيجي الام تقول لك ابني عنده ما بيعرفش ياخد نفسه، او حد يقول لك انا عندي ازمه فهتكشفه ايه وتلاقي الشخص ده عنده ازمه فعلا، هتعالج ازاي؟ قال لك انت اول حاجه شورت اكتنج بيتا اجونست هدا انهيليشن. تمام. البيتا اجونست كلها انهيليشن. حلو. يبقى اول حاجه هدي شورت اكتنج بيتا اجونست انهيليشن، واختصرها بكلمه صابة اس اللي هي شورت وايه اكتنج وبي اللي هي بيتا وايه واجونست. تمام. يبقى اختصرها بصابة. يبقى اقول لك اول ستيب ايه هتقول لي هقول لك صابة، بس انت لما تيجي تكتب في الامتحان هتكتب لي شورت اكتنج بيتا 2 اجونست انهيليشن. تمام. بس انا بقول لك الصابة اختصارا بس، احنا بنتسهل على نفسنا. طيب قال لك ما نفعتش الصابة بس هدي استرويد، يعني ما نفعش كده برونكو دايليتور بس، فهدي بقى حاجه ايه الكورتيكوسترويد، فهدي ايه الكورتيكوسترويد 400 مللي جرام ديلي انهاليشن بخاخ زي البيكلو زي ما قلت لك اللي هم البيكلو ميزازون. تمام. طيب اللي هم اكتر حاجه بتستعمل. يبقى اول حاجه الصابه ما نفعتش، اديت استرويد ب 400 مللي ب 400 مايكرو جرام انهاليشن. تمام. ما نفعتش الاثنين، ادخل على ستيب 3. ستيب 3 بيقول لك ادي لابا بقى، لابا لونج اكتنج بيتا اجونس انهاليشن. تمام. طيب وزود جرعه الاسترويد بدل ما كانت 400 خليها 800. تمام. طيب يبقى انا كده بدات بصابه ما نفعتش، اديت استرويد 400 مايكرو جرام ما نفعش، اديت اللابا وزودت معاها الاسترويد خليته 800 مللي مايكرو جرام. طيب ستيب 4 بقى ما نفعوش الاثنين، هدي الاسترويد باقصى جرعه ممكنه، اقصى جرعه ممكنه ان انا اديها اللي هي ال 2000 مايكرو جرام. تمام. ودي انظر درج بقى العائلات عندي الادويه كتير زي ما احنا قلنا بروفلاكتيك بقى ولا الزيلوتون ولا اي دواء احنا قلناه. تمام. الادويه كتير عندك عبي وحط اللي انت عايزه. تمام. طيب يبقى ستيب 4 هدي استرويد باقصى جرعه ممكنه، ما هو خلاص انا اديت 400 ما نفعش، اديت 800 ما نفعش، فهدي اقصى جرعه ممكنه بقى، هلعب بكل ورقي ادي 2000. تمام. واجرب دواء ثاني بعد كده ما نفعش، ادي اورال استرويد تابلتس، ادي حبوب بقى استرويد كورتيزون، واعرضه بقى ايه اقول له روح شوف دكتور صدر سبيشاليست كير، اقول له شوف دكتور صدر بقى يعالجك. انا خلاص انا كده ايه دوري واقف لحد كده كجنرال براكتيشن او ممارس عام. تمام. طيب يبقى ايه هعالج الكرونيك ازمه ازاي؟ قال لك اول حاجه صابة. تمام. ما نفعتش الصابة هدي استرويد ب 400 مايكرو جرام، ما نفعش ادي لابا وازود جرعه الاسترويد شويه خليها 800، ما نفعتش ادي اقصى جرعه ممكنه اللي هي ال 2000 وادي دواء تاني. طب ما نفعش ادي له اورال استرويد، ادي كورتيزون حبوب وسبيشاليست كير. طيب قال لك بعد كده تريتمنت اوف اكيوت سيفير ازمه بقى اللي هي اسمها ستيتس ازماتيكاس، خد بالك هتلاقي ممكن الاسم ده بيجي في الامتحان كتير ستيتس ازماتيكاس. تمام. ولما بيجي يجيب سؤال ريتم في الفارما في المديول ده بيجيب الستيب وايز تريتمنت دي او دي، ده لو ما اتلغتش يعني. تمام. يعني هم في ساعات بيلغوها كده وساعات ما بيلغوهاش، بس لو ما اتلغتش يعني الحاجات المهمه اللي بتيجي. طيب قال لك الستيتس ازماتيكاس دي حاجه سيفير، حاجه مهدده للحياه. تمام. عنده ازمه اكيوت ومش راضي يستجيب الدواء، اديته بخاخ مش راضي يستجيب والكلام ده كله. تمام. طيب اول حاجه هوسبيتاليزيشن على طول، احنا عارفين اي حاجه خطيره لازم احجزه في المستشفى. اكسجين ثيرابي احطه على اكسجين، الاثنين دول انا عارفهم معروفين. تمام. طيب قال لك حضرتك اديله هاي دوز من الادويه اللي انت عارفها، هاي دوز اوف انهاليشن بيتا اجونست ابراتروبين اللي هو كان ماسكارينيك ريسبتور اجونست ريسبتور بروكر وهيدروكورتيزون. تمام. يبقى اول حاجه جست في المستشفى حطيته على الاكسجين، اديته جرعه عاليه من البيتا اجونست اللي بتحصل اللي هي الانهاليشن والابراتروبيوم والهيدروكورتيزون، ليه هاي دوز؟ علشان يستجيب. تمام. طيب لو الادويه دي ما نفعتش هدي مغنيسيوم سلفيت، المغنيسيوم سلفيت بيعمل برونكو دايليشن. تمام. طيب
يبقى اهو الاربع خطوات اللي انا هستخدمهم في الستيت اسماتيكس او او الاكيوت ازمة: هوسبيتاليزيشن، اوكسجين ثيرابي، هاي دوز اوف بيتا اجونست، بيتا 2 اجونست وابراتروبيام وهيدروكورتيزون، وهديهم مغنيسيوم صفيت لو الادويه دي ما نفعتش. وخد بالك ان ممنوع منعا باتا ادي اوبيويد او اسبرين او نصايد او اريثروميسين اللي هو مضاد حيوي اللي هنعالج بيه التي بي زي ما هناخد، ممنوع اديهم مع البرونكيال ازمه، تمام؟ مش مع السايوفيلين عموما، مع البرونكيال ازمه عموما، يعني يا مع السايوفيلين والبرونكيال ازمه عموما، وزود لي عليهم البيتا بلوكر، تمام؟ يبقى ايه الادويه اللي ممنوع جريمه لو اديتها في حاله في حق البرونكيال ازمه؟ البيتا بلوكر، اوبيويد، اسبرين او النصايد عموما، والاريثروميسين، تمام؟ طيب زي الفل. يبقى احنا كده خلصنا التريتمنت اوف برونكيال ازمه، ويا رب تكونوا استفدتوا. وبالتوفيق يا شباب، ولو حد تحتاج اي حاجه ابعت له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.